سلام الحب لأهل الحب والتقدير، سألت قلوبكم عن حب هالمدرار، وش اللي في إمارات المحبة غير، وش اللي في إمارات المحبة غير. صوتك غنى وانقل صوتك التعبير، جدار عيال زايد والقلوب الخير، نحب أرض الإمارات وأهاليها، وفيها نحس إن الدنيا لسه بخير. We love the free one who loves my UAE، فيها نحس إن الدنيا لسه بخير، فيها نحس إن الدنيا لسه بخير. من عيوني بصور صادق الإحساس، وغني عن مشاعركم يا أغلى الناس. المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا، وكما عودناكم في كل حلقة مناقشة موضوعات جديدة وقطاعات استثمارية مختلفة داخل دولة الإمارات. لذا نستضيف اليوم المهندس طه سليم طه، المالك والمؤسس لمؤسسة في اس. أهلا وسهلا مهندس طه. مرحبا يا هلا برنامج استثمارات الإمارات في في اس، ومرحبا بكم. في البداية يسعدنا ويشرفنا نحن وكذلك المشاهدين أن نتعرف على شخصك الكريم وأبرز المحطات العلمية والعملية التي مررت بها. أنا طه سليم، درست كل مراحل التعليمية في السودان، درست بكالوريوس علوم كمبيوتر وماستر إدارة أعمال. جيت على الإمارات تقريبا 2000 ونهاية 2011، وأول وظيفة لي كانت بشركة كونستراكشن في أبو ظبي. بعدها اشتغلت في شركة انتيرير ديزاين في أبو ظبي كمان، وانتقلت للعمل في وزارة التربية والتعليم كمهندس كمبيوتر لمدة 4 سنوات. وآخر شيء طبعا فكرت في البيزنس اللي هو بيزنس في اس لميكانيكا السيارات. لماذا تحديدا فكرت في فكرة إنشاء مشروعك؟ هل هي هواية؟ هل هي مشروع استثماري لك؟ لا، هو حقيقة مشروع استثماري، نسبة لأنه أرض الإمارات أرض خصبة للاستثمار وفيها كل التسهيلات اللي تسهل على الشباب المبتدئ أنه يبتدي مشروعه بكل سلاسة وبكل أمان، والتسهيلات موجودة من حكومة دولة الإمارات لكل المقيمين. بدأت المشروع على أساس أنه مشروع ميكانيكا سيارات بتتوفر فيه جميع الخدمات. يعني لو تعطينا فكرة أكثر عن الخدمات المتوفرة داخل في اس، وهل بتقبل جميع السيارات أم هناك سيارات معينة لاستقبالها داخل المحل؟ في ورشة في اس نحن نقبل جميع السيارات، ميكانيكا لجميع السيارات، وعندنا فنيين وميكانيكيين على أعلى مستوى من الدراية بالسيارات وميكانيكا السيارات وعالم السيارات. ويعني الخدمات المقدمة خاصة لجمهور العين، نحن لحد اليوم عندنا تخفيض 30% لجميع السيارات، وعندنا خدمة غسيل السيارات مع بعض الصيانة لكل شخص يعني سيارته موجودة معنا في في اس، وعندنا خدمة الصيانة المجانية
بعد كل 5 مرات صيانة فرشة VS. مهندس طه، لكل مشروع تحديات وعقبات، فلو تحدثنا ما هي التحديات التي واجهتك في بداية تأسيس مشروعك، وبالأخص أنك أنشأت مشروعك 2020 في بداية أزمة كورونا، فهناك أكيد العديد من التحديات التي واجهتك. صحيح، طبعا أكبر التحديات أنك أنت تنشئ مشروع أثناء أزمة كوفيد-19 اللي هي طبعا اتعاملت مع دولة الإمارات بكل حزم وكل جدية، والتوكل على الله هو طبعا في المقام الأول أساس لكل مشروع. يعني أنت لما تتوكل على الله فالمشروع بيبدأ، وجميع التسهيلات أثناء إنشاء الورشة كانت بسيطة جدا، وكان التعامل بسيط من كل المؤسسات اللي أنا عملت معها على أساس أنه نقوم بتأسيس ورشة VS. و 90% من المعاملات كانت أونلاين أثناء التأسيس، يعني دي خدمات كبيرة بتقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة. نشكرهم على جهودهم المبذولة، وعلى نشكر الشيوخ دولة الإمارات على كل الجهود المبذولة والتسهيلات المتوفرة للمقيمين. باشمهندس طه، كما شاهدنا اليوم أن هناك العديد من الورش لصيانة السيارات داخل مدينة العين وبالأخص في ذلك المنطقة. صحيح. فلو تحدثنا ما هو المميز في VS لصيانة السيارات التي تقدمها للعملاء؟ أهم ما يميز ورشة VS هو طبعا أسعارنا اللي في متناول الجميع، إضافة للكادر التقني المدرب على أعلى مستوى، وفي خدمات خاصة لسكان مدينة العين، وزي ما ذكرت إنه أسعارنا في متناول الجميع، بالإضافة للسرعة في التسليم. يعني إحنا عندنا سرعة في تسليم السيارة وبنكون على المواعيد، بالإضافة للأمانة. دائما أمانتنا مع العميل هي أهم شيء في 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 توضيح الأخطاء اللي موجودة، الأخطاء الميكانيكية الموجودة في السيارة. بالإضافة عندنا ماكينة غاز من أحدث ماكينات الغاز في صناعية العين، اللي هي ماكينة بتسحب الغاز السيارة وبتنظف فلتر السيارة، وهي على أعلى التقنيات الموجودة حاليا في تعبئة تكييف السيارات وتنظيف الماكينة. ولو تحدثنا عن الطموح سواء على الصعيد الشخصي أو على صعيد العمل، ما هو طموحك أو الخطط المستقبلية لـ VS لصيانة السيارات؟ والله طبعا يعني الخطة المستقبلية أنه نتوسع يعني في بقية الإمارات، في دبي والشارقة وأبوظبي وعجمان إن شاء الله. في يعني وهذا طبعا بيعتمد على الخدمات المقدمة وعلى سمعة VS اللي نحرص تماما انها تكون دائما في الطليعة في 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 صناعية العين. مهندس طه، نحن اوشكنا على نهاية الحلقة، ولكن هناك مساحة مفتوحة توجه فيها اقتراح او رسالة شكر لشخص داعم في حياتك. انا بشكر اسرتي لان هي الداعم الاول لي، وبشكر جميع شيوخ الإمارات العربية المتحدة على تقديم كل التسهيلات اللي بتساعد الشباب المستثمر في افتتاح مشروع بكل سهولة ويسر. يعني وبنهاية الحلقة سعدنا بلقائك مهندس طه سليم طه، المالك والمؤسس لـ VS. شكرا لك. أشكركم جزيل الشكر، برنامج استثمارة الإمارات ونورتونا. سلام يا كرام قلوبنا والدار، سلام الحب لأهل الحب والتقدير، سألت قلوبكم عن حبها المدرار، وش اللي في إمارات المحبة غير، وش اللي في إمارات المحبة غير. صادق قلب وانقل صادق التعبير، تدار عيال We love the free one who loves my UAE.
أصور صادق الإحساس وأغني عنه.